وأنا ونحن دتك ندعمنا يوم مركز تو أشوفتان هالكني وسومالي أمريكان تي في أون ست توصي إنك سوق دنيا إنه استوديو هيك كوي على مقالة مينيابلس كوبر كمينيسورا أعرق أمريكان كا كسر الواد دعو ديال قريب تي لبعض برنامج كي هد الساعة أما هد السدها أما دي إن إيه لا يقانو أو عنو قريب هرة إذا سوق دنيا طبعا وح خدك تلفون كا مقالة بريمهام وضن كيو كي أنا كل واحد يري خبير محمود إسماعيل بره أو سو دراسة إيه بارتام كسمه برنامج كاسي DNA وحن كوي دونا مركب بالضوضها DNA جا وحن يجي دونا هيدسيدها صمارده مفروض يهاي مسوا مد مركب مغنكرة مع حري روك الحياة DNA ذا إيه قفقة مقال كيسة هدي أمدوها أما عدانها إيه DNA دي سو هدي هاي ملك لك سجده شركة ذا DNA ذا قاله وحنو ايقد دونا دب بضن او عربة او ايقونا كنفيس كنو قضي ماشاي كسو تشيدان او ايقو لفتو دونا لدالا داعية اني سيدبا اوغادان ميلاحي كسو تشيدان يوروبيان كم حيو استعمالان ديانا دا اني كو اوغادان عربتو سمحيو اوغاد دونيسا اني مركاسي هشو ديانا ايقو دا سو مالدو سي سامين تلاق بكو يالانسا حلق المكالة شوو هيدا سيداسي اما DNA محمود إسماعيل بره مركو ركوسلو مركله سمال أمريكان تي في واندو هاي سلامت هذي أخيات إذن داورة سميري جوغان دون الداف ده هذي أدوال مرسنت قيبت اللبات بين قول دونا أنك بلابو سمال دو هرتم إسكو تشربا مسوى الصع مركا هيدس لها لغا هاد ليو محمودو سمال دو مركا سير لور ديو علي سؤالها وحنا قلنا سؤال الله بقى يبعد سنة هرو سؤال شق نبا سمعلو وحي يران يان لبه يتسيد أو أخ محوها E أو عدين كواسو دا دعنا EV 32 EOT M 70 عدين كواسو دا دعنا TL 208 مركا هرتا لبدا هدو بدين هديار كده هديار شكله كمان منا سمعلو جيب على جهريا أربعة على جهريا لكن ويريهن وحن أُجِد نحن أمانو أن حقت صارنا أما أن ديرد صارنا كويه بدينهن الروح صارتون كرو لكن إنت سدياشو إلى تيو كله سمار دوين قن كرتا أنا وين قطع ما كفوك سمار دوين كمان عاجنا إنت سدياشو وحي واحد س واحد سيدا بنادو كرنا كده حيا مركا قفكو كي ودون قن كرا وحن خايف تأيي هديسيده وأكل جوني عالي هديسيده هو كا إن شدال قادنا يا أما ليشان كساري عمير خير بس سؤال أرتو والبد إن هديسيده لكن واحد نقدان لبدا هديسيده واحد نقدان مركز لقب عرو أسرع عودو أما هدرع عودو بدن كودو أما عينناه إنت أقول بدن بقولك وبقول صومالي مركز وايس بصومالي ان هيدسيده هيدونان هاسيتينه وحلو قيحا صومالي اوكي ني صومالي هادو غورسدو غبر عدانا وميدو كود عدي هي او المو دشو الما هاسي ميدبكيس انت بدن وخر راعيا هويده هيدا هيدسيده يو مخا اسكا خوسيا كلر قفكو عيدو اكانيا وسؤال وانا سن علي اوتا ان واخ بدني اسكما خوسيان ان وها ان هدسيده قادر إنه هدسيره ووكل قيب سيني لكن مثلا هذا إنه أسكون صنع قنا مثلا أبوه حقوق بيني هاي إلمو حقوق بيني هاي يا أباه يخويا ذا مركا إن هدسيده لقمة أران كرا أنت لون كيس أما مثلا هذا إكسامبل كوسية على سيارة إن إكسامبل هذا نسينا ما تصاروا ينبي معنا إن تد دي إن إس كخاري أو إن حقا ينو صباحيان إن أنا مثلا وحقوق حري تد قرابو ينا أو بقول كي با كونتون سوماليا بقول كي كونت بقول كونتون كنا ويا هاي مثلاً عندنا صح سوستو فنلندا إيو إنغريز كا لبقى أفتحنا كي أو غرابهان سو كاي حري مركا واحد نقولين بقول كي با كونتون سومالي بقول كي با كونتون نا فنلندا إيو بقول كي با كونتون بريتسيا أيريش باليا مركا واحد نقولين كلر كودي أمام مغال كودي واحد نقضي عدان pure blonde oo hooyada baa raaceen marka waxa yalaha su'aalaha okay
هذا سلام مثلا هذا سلام سلام مثلا وانو نراهم مثلا تي اما اي في تي تو سي تو سيسو محرو مركا لغا قادو باريطان دير او كنتي وقت قاطا وحسكو حرا انت قراباها هدا وحلو سميا قايب خوصي ايا لو سميا لكن ماشا قرابادو ايدادكو اسكو حرا انت اما انانتا فيلنادكا انو سكو حرا ناي وحقا أيوين كي حقا قرابة هذا أنت سألك سيو قبل بقول حلو واحد تين المادر لبعض واي والله حري راي يي تعبان كنت يا قبل دو يي تعب مركا فينلاند قبل دو حويا وهاف فينلاند هاف صومالي أوكي كسر مركو ديم وايو وسكو كان حري يا دتك قرابة ها واد تشويس بعد لا هاي عارم كتوت بارك كتا أوكي مركا كنتم بقولك إنه كنتم في فنلندا بقولك كنتم بقولك كنتم نوا صومالي وحيل المدرب باتيان والله حري راي مركا هو مركا غورا سان ربو شاقي دتكو أي قبيل كودا أما هيبت ولا شيلان سياد وقعت مياسس كهران طاي وانكرانو نك أصل أساس أنا هاي مسوك شيء كتا ها بيتري أبا هاي قبل كاسو كسو كيدا بيتري قبل كاو أبيت كسو كيدو وح كسو كيدا أيه ذي oo aabahay dhashay halkaas markaas inantan mala ayayda halka waa si baaray qabiilkii way garan weeyday inantu waa inaan filana hadaan bay noqotay marka waxaan say mar dambe ogaanay hadan waxa ugu yiri waxa tihiin ilmaada labaad hadan fiirso mar dambe waxaan ogaanay gabadhan inuu dhalay wiil uu dhalay inaabtigay marka inaabtigay marka systemkooda leeyo ilmaadar baan noqonaynaa inaan koow dhalay systemkooda marka looga ilmaadar labaad baan noqonaynaa iyada waxaan noqonaa waxaan noqonaynaa ilmaadar saddexaad hadoon fiirso wuxuuna yiri ilmaadar labaad ayaa tiin marka inaga systemkeenu wuxuu inoo cadeynayaa horta waxay inoo soo noqay iyagu ma laha ilmaabti iyo xabar wadaag iyo ilmaadar umu xulbay ilmaadar bay ahaan marka ilmaadar kanu kuu sheegayo wuxuu kugu xiray maaha ilmaadar xagga xaybta ama xagga afka maaha afirsiyada maaha ayoyooyinkii iyo qaraabooyinkii kale ayaa ilmaadar idan ka dhigay marka qofka soomaalida arka haddeer anigu wuxuu igu xiragay kun iyo boqol iyo saddex iyo toddobaatan halo badankood waxay kasoo jeedaan mudug anuguna waxaan ahay reer ceergaabo reer ceergaabaan u dhashay sanaag wadanka sanaag aan raaho marka qaraabooyin halkaas ayuu isku qeexay badankood wuxuu badan yahay xagga marka waxaan ku keer of garaysanaa haba mudug waaye oo mahadsan tahay aniga kasoo qaadba example yaan dna iska qaaday waxaan oday ev 32 gabadh cadaana oo maraykana oo midabkeeduna cadaan yahay ayaa ii sheegatay kasoo qaad inay iyaduna tahay ev 32 labadaas qaraabaan nahay mise ev 32 waa meel sare oo laisugu tegi karo un halka abdiyarasoxno dumarku ma laha gabadhu ma yeelan karto ev 32 waayo gabadhu ma laha y hablo group ama y d n a dumarku ma laha waxay leeyihiin mid hooyo abey leeyihiin hooyana wiilka inanka labada walaalaha hooyo ahaan way isku xirmayaan hidasida hooya baa jira iyo hidasida aabaha marka hidasidu waa ka dhexalka waa ka inanka ilaa aabaha ilaa inanka waa ka isu gudbiya inanta u gudbin maayo laakiin waxaa jira mid kaleo hooyo ahoo soomaaliya ahoo maternal hable group ka dee labada ilmoodba way yeelan karaan waa kii hooyada marka horta iyadu ma laha hidasidu isku inaan halka aad inanta ka tida aan nilaano wiil wiil kasoo qaad marka ifay qaraabaad noqoteen haddii aad qaraabo hoose noqotaan ilmaadeer saddexaad ilmaadeer afraad qaraabo dhow isku kinxiraa laakiin haddii aad qaraabo fog tihiin isku kinxir maayo badankiisa laga yaabay inuu qaraabo dhow inuu isku xiro hidasiduhu laakiin halka had iyo jeer qaraabadu ay xoogga u weyn tahay waxa weeyaan xagga hidaraaca waxaa jira laba shirkadood calow halkaa cadayn ba u baahan tahay midi qaraabada i waxaa layahaa two three and me taasu qaraabada ayay xoogga saartaa mid kale oo la yidhaaho
family trade ama family DNA iyadu waxay saartaa xagga hidde-sideyaasha oo hidde-sideyaal ayuu kugu xirayaa dadka oo halka aan hidde-sideyaasha isku tihiin waa isku dhowdihiin aan hidde-side ahaan buu qaraabo ahaan isugu keen xirayaa matalan waxaa jira haddaynu su-aasha usoo noqono waxaa jira nidaam lagu qeexo oo lagu soo bandhigo hidde-sideyaasha marka dadka uu isku ururinaya wixii wax ka dhexeeyaanba uu isu keenaya kasare maaha wuxuu samaynayaa qaybo hoose branchi hoose uu samaynaya marka sidaasuu dadka isugu xidhay hadarto hadar jifidii noo kalaa iska qaaday d n a calo way iska wada qaadeenba oo carabtu mashaariic bay sameeyaanoo reerkay ku guraan meel marka wuxuu idiin samaynaya wuxuu arkayaa dadka in xiriir ka dhexeeyo marka waxaad yeelanaysaan hablo group idin khaasa halkaasaa laydinku guraya matalan okay carabta d n adoodu calo maxaa tiri maxamuudo carabtu horta waxay u badan tahay jeer bay u badan tahay carabtu marka iduna way ku badan tahay marka hablo gruubka la yahoo j j one weliba ayay carabtu u badan tahay haddaynu sacuudiga nahno haddaynu nirahno yemanta yemanta aad iyo aad yemantu matalan jeedu aad bay ugu badan tahay iyo waa laga helayaa e v 32 iyo tiba laakiin siday jeeda around 70% haddayna ka badnayn ayaa lagu arkay yemanta inay leeyihiin sacuudiguna jee buu leeyahay tida haddaynu eegno waxa ay u badan tahay carabta marka la eego ciraaq sacuudiga imaaraadka imaaraadku runtii qabaailka imaaraadku ka kubaya qabaailka badood aha matalan dadka reer imaaraadka yaqaano kale almasaarica oo masruuciya kale almanaasir mansuuri almarar gebigoodaba tii bay noqdeen waxa e 32 noqday oo kale qabaail iyaguna asal oo carabaho bin tamim oo kale bani tamim oo kale oo sacuudiga dad badan oo ciraaqiina oo qabaail asala runtii africa markaynu eegno waxa cajiiba matalan oromada oo kale waxaa la filayaa in dad soomaaliyeed ku milmeen tida iyo e 32 way leeyihiin booraanada kenya degan iyo rendiiraha iyaguna way leeyihiin labada waxaa layaa soomaali ayay kasoo jeedaan chad waxaa laga helayaa e 52 iyo t waayo qabaail soomaaliyeed degan halkaas oo garo oo kalaa marka suudan iyo halkaa waa laga helaya chad iyo meeshay iska galaan iyaga lafteeda waa laga helayaa cumaan soomaali baa degan oo asal u ah halkaas oo qabaail soomaali baa degan iyaguna waa e 52 oo dufaar waxaa degan qabaail soomaaliyeed oo ama qabaail cumaaniina oo la yidhaho waaba asalaho laakiin asalkooda kasoo jeedaan soomaali oo waxaa laya qabiiladan adaaroodi waxay kasoo jeedaan waa badankood waa e 52 marka dadka ayaanu la wadaagnaa runtii hal su-aal baan ku weydiinaya dadka soomaalida qaar ka mida qabaailka soomaalida inkastoonu doonin qabaailka inuu hoos u gallo haddana si guud waxay kasoo jeedaan qaar baa idhaahda iyagoo kalamgareeya inay kasoo jeedaan carab tusaale ahaan reer la yidhaha baa jira carab saalax oo kale d n a da carab saalaxa waa la qaaday horena waanu maqlay la qaaday calow maxaad odhan lahayd qayb kama gelayaan d n a da waan arkay carab saalax qaraa'ib ahaan buu isugu kaayo xidhay waayo xagga ayeeyeenka ayuu isku kaayo xidhay marka way igu jiraan liiska marka jee bay u badan yihiin marka waa iyagu waa macruuf qabaail yemani oo yeman ka yimi oo dhowr boqol oo sano wadda ka yimi oo soomaaliyoobay waxaad arkaysaa nin jee ah oo carab saalax ah oo laakiin hidaraaciisa uu yahay boqolkiiba boqol soomaali waana badan yihiin hadduuna boqolkiiba boqol soomaali ahayn boqolkiiba 80 boqolkiiba aduu kama yara marka ayeeyooyinka soomaali waxaanu u fiirsannay d n oogoodu inay horta u isbedelaa runtii inankii haddii ayeeyadii kowaad labaad saddexaad ay soomaali noqoto wuu milmayaa wuxuu hidaraaci wuxuu noqonayaa soomaali laakiin hiddesiduu isma bedelo jeedii buu noqonayaa wuxuuna noqonayaa 100% soomaali marka wixii ka baxsan matalan marka laakiin waxaa jira marmar uu raad samaynayo oo 0.0 oo odhanayo waxa weeyaan peninsulan carab ama aljaziira carabiya oo had iyo goor wuxuu bixiyaa hiddesiduhu had iyo jeer maaha laakiin wuxuu bixiyaa raad buu bixiyaa inuu qofkaas halkaa kasoo jeedo waaye
وصورتقال لكن انت بدن ماجورتيغا قفكا سوحي نغضاء صومالي داد كلا صومالي أفرتن أي جيد ونقوني ساعة صومالي داد صومالية و أنكو أبترسان عرب صالح أما عرب أما أجرى دي يمنين ودك تشوغا و صومالي اسك صومالي و اندبادن تشوغا بدن كودو واج جي وان جي وان مرتا انت اكتا هاي صوماليا وإلا بغلتو أفر أيا الله رنكرا أيا حق عرب نمودك سوى جيدا مركا ها عرب نمودك كسو جيدا مركا جي وحا تشوغا كلا هدي السيديال كلا وحانكو أركي ملي هو EMA81 صومالي وان كواركي قبائل صومالي بان قار لماور نسبين كروان قبيل لكن مركان اغي وان دي اغي وطا لماور نسبين كروان قبيل كاسوين تلاكو بذين وان مركاو و EMA81 وحيو بانانتا هاي وقوي اغا افريكا وابا حلورك هالك اسكو بلاوضين مركا غفكا مركا ديكتدوا الصومالي اما 100% ونغانيا اما 0.1 ونغانيا نورث افريكا مركا حتى المقاشد استوامالي دو واحد كسر كده ناس أنا ما أراك قلنا ده أما EMA81 أما النمبر آديور مو يعني ما أراك إن قابل ليه هاي واحد كسر كده أنا أما إن وايو على هدا أنا دو إن متقيحه أنا كان نمبر كيقول كده سيدا ده بقى بارتي أنا كمل كلا سمعي ليه سامبل بالا سمعي يا أمريكا سامبل كمل كلا سمعي سامبل كاسو حكومة ترجمة يا سامبل سايز سامبل كاسو حكومة ترجمة يا برشدة أمريكا كن إيو بقول قبيل ويل بكل سوتشي أنا كمان يقول حرا قرابة هان يو بيلعان يو مهرن يقول حرا قرابة هان سوماليا ده بكل سوتشي ده جبوتي إيران غارسا مركا وح إسوا بحلي إلى بقول كي بقول بدن كود سوماليا هين لبلا هندسيدنا هو بدن يهين وان كسمي دراسة مركا بقول كو كردان با وان صوبان دجا وحلاري وحسك بدلنا مشرو مركا وحوي يعني سؤال عندي أنا كا أيك صباح إسوا maxay hadaba haday saartahay oo ay boqolka boqolka Soomaaliyeen labada ah hidde-sideelin Soomaalidu maxay soo baadhaasay maxay uga muuqan weeyday saaxada DNA-ga wayo inagoo hore tiidana anaga ugu badan E52 oo hoos timaada hidde-side ballaaran oo la yiraahdo EM78 kaana Soomaalida u badan oo maadaama ay u badan yihiin kan saas loo qeexa labadaas markay ugu badan yihiin isla kama muuqdaan saaxada DNA-ga Soomaalidu markaan raaho tiidana ugu badan waxa la eegayaa waxa la yahay Y full tree oo meel laga eego Soomaalidu ka maqan tahay okay and Maxamuud markaa waxa ku doodaysa waxay doodaadu hidraaca Soomaalidu uu adag yahay oo xoog weyn yahay taban ha DNA-ga Soomaalidu xoog weyn yahay ha ma aha and muqaalku waa phenotype laakiin muqaalku waxa uu yahay dadan cadaan buu noqon karaa hindi buu noqon karaa cadaan buu noqon karaa Soomaali oo banaan hadii aan eegis waan ku fahmay and Europeanku maxamedu maxay soo baaran DNA-da markii si qaadeen and waa su'aal wanaagsan Cali Europeanku badana waxay soo baaran qaraab ahaan waayo dad badan ba jiro ama aabayaasho doonaya ama la adduud gareeyo reer kale ama garanaysa soo kaxaystaan أما بعد نظام كلامه ما قرأني سا إن أبوه أكو قرأين مركا أنت بدل يجو حي إسكا باران قراب قراب إسكا باران أيام ده ويتو ميرا كوتشرو إن أو أنو ميرا هوا كوتشرا يوروبيان كأما ميرا ده إن أفنجريس ولو سو بندى يا عربي ده بارونتي أو حوجا بدل بارونتي هو هيا أن تولا بدل كسر هيا مركا واحد ما أيام ده سو بندى كاي خايف تو مهمة دائرة ده هاي markaan arkay dhibaatooyinka ku jira iyo xitaa qof baan oranayo waxaan helay ilmaadeerkay labaad laakiin ima soo jawaabin wax responsa kama helin waxay ku xirantahay qofka uu isku xiray DNA-ga inuu u soo jawaabayan kale marka qaar badan baa leeyahay halkaa waxaa niyo jabaan ugu dhacay oo nooma soo jawaabin marka waxaan u soo bandhigay waxaan ku wariyay ahamiyad dheeraad saas aan ingiriis ugu soo qoray the importance of knowing your ancestry marka waxaan soo dhigay qabiilka inuu markuu qabiilkiisa la qaybsiyo inuu la lumi karin marka runtii aad iyo aad bay u heleen anoo leh anoo xitaa dee halka ka taxadirayo oo alle guur inuu ku yimaado ayaan ma garanaysaa nidaamkii dee islaamka iyo waa inaad si u soo bandhigtaa ma garanaysaa diblomaasi oo dadka soo jiidanaya runtii marka aad iyo aad bay runtii soo jiidatay waxa jira we wish inaanu nidaamkiina naqaano waxaan kala soo bandhigay habar wadaaga abtiga sidaan u kala qeexno ayna waxba ka sanoran marka waxa jiraan waxa ugu badan ee aan ma tiran idin la kulmaa waa maxay
dadka aad u xiisay inay DNA da soo helaan oo qaraabadooda helaan waxa ka mid ah Israel sida la socotidba waan ognahay Afrika Ethiopia in dadka loo yaqaano falaashaha iyana la baaray oo la soo qaaday oo Israel la geeyay dad Yemeniina oo iyana ka soo jeeda iyana la qaaday su'aashaydu waxa weeye ma dhici karaysaa halka Soomaalidu qaar badan ay Carab ka soo jeedaan in Soomaali qaarkood ay isir iyo ab ku leeyihiin marka hiddesidaha ama hidraaca la eegayo Israel ay xidhiidh leeyihiin marka la eego carow hiddesidahan la yiraahdo E1B1B Soomaalidu ay ka soo jeedo horta waa hiddesida ballaaran oo asalkiisu wuxuu galaa East Africa ka soo jeeda baa la yiraahdaa wuxuu galaa EP2 horta halka hadda yaro qeexno EP2 laba uu kala baxaa wuxuu kala baxaa E58 iyo EM215 marka E58 labadu waxay ka yimaada bar EP2 waxay ka abuurmatay bariga Afrika bariga Afrikana anugu runtii waxaan islahaa waa Horn of Africa baa loo jeedaa East Africa marka la eego waayo waa meel aad iyo aad u muhiim ah marka la eego hiddesidayaasha bini'aadamka marka laba halka ka farcamay oo ah EV38 iyo EM215 EV32 ayaa laba u kala sii baxay oo EM329 iyo EM2 marka labadaasu waxay ku saleeyeen ama waxay u badanyeen dadka baantooga EM215 na waxaa ka farcamay EM35 EM78 waa halka ay ka farcantay iyaduna muxuu ahaa EV38 marka horta dadkuna waxay hiddesideyaashan ida waxay ka yimaan dowladda Afrika waxaa ka farcabay haddaba qaybo kale matalan ashkenasi Jews qoladan la yaqo 125 waa E1B1 inkastay qaybo hoose leeyihiin oo qaybo hoose ay kala duwan yihiin ayna kuwa Soomaalida ahayn misna kuwa sare waa isaga mid Griigo kale iyaguna waa saas oo kale waa 25 qolada Griiga leh Griiga ku doodayay Berenxaas waxaan ka doodaa qaar Griiga ay ku doodayeen oo ay lahaayeen anagu waanu milanay waxay rabaan kala sii haray metidid baa leeyahay ama wax leeyahay dadka badaha wax noocaas ah dadka badda waxay aan Soomaalida ayaa wax buyuura sii jirta marka Soomaalida hal la ilaaliyo waxaa soo baxday calaamad marka wax leeyahay markii ay soo baxday DNA-da waxaanu wax leeyahay Soomaaliid oo kaba mid ah isirka bini'aadamka matalan Soomaaliid Carabiid Yurubiid Mongoliid oo dadkan magaraasa East Asia oo kala waa waaxdan baa Soomaali waa waaxdan oo iyagaaba ku abtirsado oo leh Soomaalidaba noocayay noo hoggaan waa marka hal la ilaaliyo dadka Soomaaliyeed hal la ilaaliyo waayo iyagii baa wax buyuura sii jira oo baataasi haya waaye marka lama oran karo Soomaalidu maxaa galay ka timid bilaadku way wadaagaan hiddesideyaasha Soomaali waye in waxa laga yaabaa in Soomaali laga yimi dad badan ay ka fateen waa laga yaabaa anigu waan waxyaalo badan bay soo baxay calaw waye waa aan lagay maxamed ismaaciil gabagabadii maxaad soo jeedinay talahan adoo qodobkan DNA-da ku saleynaya Soomaalida waan runtii waxaan jeclaan lahaa haddii Soomaalidu aad bay soo baxdaa qof ahaan ama individually marka waxay iska baaraan shirkadda leh 23 and me sababta iska baarana iyadu waa straight forward waxay siinaysaa hiddesidihii aabaha hiddesidihii hooyaha hooyada inta uu ka kooban yahay qofku soomaalahan inta uu ka kooban yahay halkuu galo waxyaalaha uu qofku wax laga traits matalan ma orodaa maxaa tahay ma timan jalaysan tahay indhaha ugu waa sida runtii aad la yaabay sida markuu qeexo gowdhe caafimaadkana waa lagu daraa laakiin dadku had goore caafimaad ku yaal matalan cudurada kugu dhici kara waxyaala markaa dadku daya waxaas mar haddeen dad muslim nahay waa la iska ilaalaa taalato ka shaqo ka dadku ma jeclaa laakiin inta ayo marka aad ka iska baadheen inta soo ku siinaya laakiin garanay haddeen nahay boqolka boqol Soomaali inay nahay ama E32 ama T oo E32 daayno badanay marka
يدي ساعة طيب سنة كمان مقنو ان ساحضة دي ان ايجا وايو مكا رومانتا وحنا هاي اي فاتي توغا نغا وقبضان وحل ايجيا ميالبا ايجيا ديتا ايجيا وكما قنا مركا واحد شرا نظام لسكو بارو او وحل ايها بيج واي بيج واي 700 او كاسو كو سامحيا ان اد قشيد اما اد كسو بندكتيد معلومات كاغا وحل ايها واي 3 اما واي فول 3 هكا وحكا مغانيا عالك الصومالية أو كلمات عالك الصومالية كقرآن إيو ماشي وكجرين يو أنت عاد غرابة عاد إيد السيد أهان عاد 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 إسقور دواتين مثلاً إيه في تجوعا وحى كتيرة إلى إلى ما تن أيجي أذوق الصومالية لح إيو كنتون هلك وسعودي كي هاي كوبي اللحن وإيه في تتوغا سعودي غانا كوريا مركا لأغانا طبعا سوماري غاري مايان أو وهي قوة شراء عنيقا كون يلحن بغول بغول كيبا سديتا وإيه في تتو انت كرانا وحايوه يعان واتي مركا وحا سوماري دا عن دادك سوماري دا عن كلتان لها إنا اسكتا عدان مشروع غالان أو فاميلي تري شركة دليا هون عيالا غالان وأنا أقول لك أن هذا المشروع هو 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 مركز سكان هذا عن تاريخ مايو وحيو جراني أن إن تيتري دو أيسو كشو من هاي ساحدة دونك على كسمارة كم مقدام طب إذن النمبر كي أوب بتهدي أي بقول أمان لما بقول سمارة سكان هذا بيو إي في تي تو إي تي بوا قبسنا يا فنتي واي شركة ده سوى تي مركز هذا يقول وفاميلي تري دي إن إيه فاميلي تري تكرر وحلي عطان سمارة سكان عطان تو تري أمي بليا مركز تم فاميلي تري أن دي فاميلي تري دي إن إيه process دير ما لقى على وقت كا قادر إسا مرمر بالعلاج إركا ويجي بيتا ويجي بيسا وها كرام مشاريع إن دولة دولة كريحان سد الإمارات كا السعودية كا العراق أما تد شخصية ضلوا شخصية ضلوا مثلا أمير بحرين يوتيا يوسف دقري تي دي أردن مركا سد يوسف دقري ما أنا أقول أيام حلا على بقول إيو كونتون أوف أوتيا إلى كنا أنا قانا وحلي هاي لوا بقول مركا سعودي قاعدنا وحيله يعني مركز صوب تي مركز واي تري أكو صوب بندقان إلى أفر بقول مركز صوب هذا صوب بندق الهايين أو واي تري أكو صوب بندق الهايين كنتي واحد بدن بدن بس كبديلا واحد شراء على ميت كلا عرين كلا عضي عاد أنت هي أو قراتي أنا جروب تي ذا أيان حبينك هاي أدو كده بأكو شراء تي ذو وحوي يعني أتي يعني وحوي أتي كده هاي يلا ولي اللي بنتي راسدين مل الله يا ميري كسر تشدو لا بيقانو وحلي الشام يبي كسر تشد لكن الشام لغاو بهرو عاد بيو يرتاي مش ugu badantay waa Soomaaliya anigu tiibanahay arow markii uu en layga qaado wax leeyay ti waxa kasoo jeeda ama en horn of africa ama jasiirada arabta markaan u badanahay waxyaalahan ku doodo ayaa kamid ah markaan anagu u badanahay ti lana qeexay ama laban tilmaamay inay kasoo jeedo en horn of africa هذا هو حصل أنا أرانا هذا سكسر كده و possibility and مركا وهو and يقول حراي and مركا تيجو يدو رنت أدي ها مركا وحيد راه and تي جروب كلهم ودي وحي and ك and تلمان قاتن لبيه تمان قرا أو كتيرا واي تري أما واي فول تري هالك لو بس عندي بندقو ديتا دا هديس دياشا هديس ده هو اللي بقى وحري ديتا waxaa ku qoran marka ay daadeeda mid kan iyo 600 iyo kontan markan doodo waxay ahaan cid walba ilaayeen qaar niman ingiriis ah maamulo waxay ahaan maxamuud oo adigu bal dib u yara joog idanka beerdhowd bayda soo galay kama hadli kartid bal suuq waxaan ahayna 8000 waxaan ahayna 7000 waxaan ku dooday war anagu 23 aan miyaba shaqana deetada waan ka maqanahay waxa marka nasiib wanaag aanu helay nin iska qaaday tii noqday 4000 sano noqday oo Soomaaliya waxa soo jeeda baya bakool baya bakool ka waran halkii ma soo dhigay magasoon hadar waxaanu ka dhigaynaa 1600 iyo 1000 waxaanu ka dhigaynaa 4000 marka runtii waa la aamusayo marka hadii Soomaali isbaari lahayd
مشروع ولا لا كما سمين سوماليا على جدع سوماليا مشروع على قسم الدنمارك لما كن يو بقولكي طبعا على بقولكي أنت أسوأ هكا وحول كم بدرين تبوتي نو حرقوق هذا لما قف على لما تقف على قاعدة باريتان بير دبوا على قاعدة نور ويحكم مقارا إن لقى قاعدة برد حاسة جامعة إيست أفريقيا بس أسكت على يلا لفتي دو حلقة قاعدة دي أنا كوسارسان دي قاعد لكن سير بيوسو جريون يعني سمارد وبقول كي بنحنا وايست أفريقيا يجو سوفت وير أبيكسنا يا لكن سي قطر وما يبارن هو دي أنا هان يو إيدس دهان وما بارن وحلو سو قريتشر دعان كه نيتشر مكوا حيالها سو كلا وحيالها من كران سا ريفرنس أما تلمان لون نقضه لا هل تسأل ليه يا برتال يا سمارد وين تا بقول كي بنحنا وحيالها وايست أفريقيا بقول كي أفرت أفرتنا ويوريشيا وسوفت وير كي وصوب حيّجا لكن كوي بار لها ما هكوا صويجو كم تخصصين نوع هاي هندسة دياشة هندسة دياشة يعني محمود إسماعيل بريادي بعض محسن تاوي حس على دسك نوسو وديان كم تسك دب أيانو كود البندونا إن شاء الله تعالى وأنك هاجو رسن دونا برامج كان دي أنا إذا قيس الدحاد هدي نوسو تقشو أدي بعض محسن تاوي وقت جا غادي جا أيادو إحنا قصي سي محمود على أدي بعض محسن تاوي طاول يا أنت هسيا يوم كسر كوبي يا برنامج كسي أما قيبتي لبعض برنامج DNA أو مانتا ويجو رمي خبير محمود إسماعيل برة وخذك تلفون كا عن كل واحد يري مقال بريمهم ودنك UK تاني يكون كن ضبط طاول يا برنامج كنا كا أنت دبوا كنا دونا أنت كورسا وعلى حرارة أو دمانتي مديكتة جسلايو نبد قليه.